الدكتور إبراهيم علي كباش، أستاذ في كلية طب طنطا في قسم الصحة العامة وطب المجتمع. هنتكلم على ليه الالتهاب الكبدي سي بيبقى أكثر عرضة يبقى مزمن، وإيه احتمالات إن لو حد خد عدوى بالتهاب الكبدي سي ممكن يتحول لمريض مزمن. الحقيقة الفيروسات كلها اللي موجودة مفيش أي دواء أو أي عقار يقدر يقتل الفيروسات، فكل العقارات الموجودة ضد الفيروسات كل مهمتها الرئيسية إنها تقلل وتبطئ من تكاثر الفيروسات على أمل إن جهاز المناعة يكون أجسام مضادة ضدها، وعشان جهاز المناعة يقدر يتخلص منها لازم أجسام مضادة دي تكون قادرة إنها تعمل نوع من أنواع تعطيل شغل الفيروس. جهاز المناعة بيعمل أجسام مضادة لهيباتيتس سي في كثير من الأحوال ما بتبقاش قادرة إنها تعطل الفيروس بشكل كامل، فبيبقى الفيروس قادر ان هو ينشط ويتكاثر ويبقى فتره طويله. فعشان كده جهاز المناعه بينجح احيانا انه يتخلص من الفيروس، وده في حالات لما يكون كميه الفيروس قليله او الفيروس من انماط اللي هي ليست شرسه ولا تكاثر بشكل كبير، وفي احيان تانية ما بيقدرش يؤدي هذه الوظيفه لما يكون الفيروس او الشخص اخذ العدوى بكميات كبيره وبجرعه عاليه، او ان الفيروس من نوع النشط اللي بيتكاثر بشكل سريع. الحقيقة الدراسات بتقول إن الناس اللي بياخدوا عدوى التهاب الكبدي سي بعضهم بيشفى حتى لو ما خدش أي علاج أو أي مساعدة طبية، والباقي بيتحول إلى مريض مزمن أو شخص حامل للعدوى بشكل مزمن. احتمال حدوث العدوى بشكل مزمن بيتراوح ما بين 40% إلى 60%. طبعا في عوامل كتيرة ممكن تخلي الشخص يبقى مزمن أو يخف، توقف طبعا على العمر، على جرعة العدوى، على نمط الفيروس، على هل هو بيتبع عادات صحية سليمة ولا مثلا بيدخن أو بيتعاطى أي عقارات بتأثر على الصحة والحالة الصحية بشكل عام. الحقيقة كل ما نكتشف العدوى بشكل مبكر وندي العلاج المظبوط بيبقى احتمال الشفاء أعلى مما نكتشف العدوى بشكل متأخر وما ياخدش علاج في الوقت المناسب. الحقيقة الحاجات دي كلها مهمة، إنما الحمد لله على الرغم ان بعض الناس هتحولوا مرضى مزمنين، لكن الشيء الجيد في الموضوع ان الغالبيه العظمى يعيش حياته كلها دون ان يعاني من اي مضاعفات. يعني عشان يحصل مضاعفات بتبقى في نسبه لا تزيد عن 30% من اجمالي الحالات، يعني 60% من اللي حتى عنده التهاب عدوى مزمنه وما خفش وما خدش علاج 60% هيعيش حياته بصفه طبيعيه ولن يعاني من اي مشاكل في الكبد. فقط 30% اللي ممكن مع فتره زمنيه يتعرض لمشاكل في الكبد، والحقيقة الفترة الزمنية دي بتتراوح من 20 إلى 25 سنة. فالحقيقة العدوى شيء طبعا مزعج والناس بتتضايق من العدوى، لكن الحقيقة في فرصة كبيرة ان واحد يعيش بشكل كويس، وفي فرصة كبيرة ان واحد ياخد علاج ويخف.